احنا ان شاء الله بدينا بخطة تطهير المرافق العامة الاسواق بالتعاون مع الادارة العامة للدفاع المدني ووزارة الصحة ولاية الخرطوم بشراكة ذكية مع اتحاد المصارف وبنك الاستثمار المالي كلية النهضة سوداتل ومجموعة من الشراكات. نرحب بالإخوة في ولاية الخرطوم، الإخوة المواطنين، وعلى نطاق السودان أيضا نرحب بكل المواطنين إن شاء الله. وهذه الأيام يعني تنتظم البلاد أعمال اللجنة العليا لدرء الكوارث أو درء الكوارث الطبية فيما يتعلق بمنع انتشار والحد من انتشار فيروس كورونا. حقيقة تم اجتماع في إدارة الدفاع المدني ولاية الخرطوم مع إخوتنا في وزارة الصحة الولائية وبعض منظمات المجتمع المدني مثل مثلا منظمة سنابل الخيرية، كلية النهضة، أيضا بنك الاستثمار، اتحاد المصارف، وكثير من الجهات الأخرى. تم الاجتماع لمناقشة وضع خطة لعملية تعقيم ولاية الخرطوم، وتمخض الاجتماع عن اجتماع لليوم الثاني، وفعلا تقدمت او تم اعداد خطه بواسطه وزاره الصحه الولائيه. نحن اخواننا في وزاره الصحه موجودين، نخليهم بعدين ان شاء الله يسردوا الخطه كامله، لكن نشير لانه الهدف العام من الخطه اللي هو السيطره والاحتواء على الفيروس بتاع كورونا او منع انتشار كورونا. والاهداف ده الهدف العام، الهدف الخاص اللي هو رش بعض المواقع سواء كان شوارع الزلط او المواقع العامه، مواقف المواصلات والاسواق الى اخره. وحاليا الخطه حتبدا برش الاسواق والاماكن التجمعات بعض الناس والمناطق المشتبه في انه تم فيها بعض الاصابات، لانه الوضع لغايه هسه ما يعني ما ادى لانه الناس ترش كل المواقع البعيدة من المواقع المذكورة. حقيقة تم تحديد في الخطة ووضع فيها أتيام للعمل يومي ووضع جدول بتاع رش كل يوم، وتم توزيعه على 7 محليات، وإن شاء الله الناس حتبدأ العمل إن شاء الله الليلة في ساعة الحظر تقريبا زي الساعة 8 حتبدأ الانطلاقة من وزارة الصحة الاتحادية، وحيتم رش وتعقيم كل الأسواق العامة والمواقف العامة والمناطق المهمة يعني. والتعقيم إن شاء الله حسب الخطة الموضوعة من وزارة الصحة الولائية بيتم باستخدام مادة الكلور مع الماء، وفي موجهات عامة فيما يتعلق بالعمل بإجراءات السلامة والمادة ذاتها واستخدامها والإجراءات تحت السلامة دي كلها ان شاء الله بتتولاها وزارة الصحة الولائية. ونحن كدفاع مدني مشاركين في هذه الحملة ان شاء الله بعربات، وحتستمر هذه الحملة لمدة 7 ايام، وان شاء الله الناس بتغيم، وكل ما الناس تغيم ان شاء الله حيكون في يعني تطوير للعملية بتاعت الخطة الموضوعة، وكل ما تتطلب الخطة من تعديل ومجهود وعمل. نتمنى ان شاء الله في الايام الجاية مساهمة الناس ومساهمة الجهات كلها في المجتمع، حتى مسألة النظافة نتمنى أنه برضو في الأحياء الناس تساهم معنا برضو في المسائل بتاعت نظافة النفايات. وإن شاء الله نتمنى يعني الصحة والعافية إن شاء الله لكل مواطنين السودان، ونتمنى أنه ربنا سبحانه وتعالى يزيل يعني هذا الفيروس. بشكر الإخوة اللي تقدموا في البداية عن هذه المبادرة الطيبة اللي هي زي ما ذكر الأخ ممثل الدفاع المدني، إحنا جهات مختلفة في الشراكة دي. فأنا كوزارة الصحة ولاية الخرطوم إدارة صحة البيئة هأتكلم عن الجزء الفني اللي هنقدمه خلال هذه الحملة، اللي هي عندنا الهدف العام منا السيطرة والاحتواء على مرض كورونا، ونتمنى إنه ربنا سبحانه وتعالى يرفع عننا البلاء ونقدر نحتوي المرض بهذه الإمكانيات المتاحة وبمشاركة المجتمع جميعا معنا. الأهداف الخاصة بتاعت نعمل عمل تطهير للشوارع السيادية والرئيسية والفرعية في كل المحليات بالولاية، عمل تطهير الأسواق العامة والفرعية بالولاية، عمل تطهير لكل المواقع بالمحليات 7، تطهير مناطق الاشتباه.
عندنا الخطة بتاعتنا عملت تغطية لجميع محليات ولاية الخرطوم ببرنامج عمل. عندنا المحلية الأولى اللي هي محلية الخرطوم بيبدأ التدشين اليوم يوم 1/4 مكان الانطلاق وزارة الصحة الولائية. يلا عندنا زمن الانطلاق الساعة 8 مساء. ومعينات العمل حقتنا قوة بشرية، أدوات وقائية شخصية زي الكرور زي الترمبات اللي هو ده الشغل الفني اللي احنا منوط بينه بنجهزه للناس عشان ينطلقوا. اليوم الثاني عندنا محلية جبل أولية، بعده 3/4 أم درمان، محلية كرر يوم 4/4، محلية أم بدة يوم 5/4، محلية بحري يوم 6/4، والمحلية الأخيرة اللي هي محلية شرق النيل. في إطار المسؤولية المجتمعية لكلية النهضة تأسست وحدة إدارة المسؤولية المجتمعية تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للكلية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية النموذج وتكون لها الريادة في العمل التطوعي والمجتمعي ودعم المجتمع بطرق متنوعة تلبي احتياجاته. تسعى الكلية عبر إدارتها والعاملين وطلاب الكلية إلى تقديم خدمات متمثلة في الخدمات الطبية، ومنها الندوات والتوعية والتثقيف الصحي والأيام العلاجية والقوافل الطبية وتلبية نداءات العون الإنساني وتلبية الكوارث الطبيعية والكوارث الطبية. حاليا الكلية انطلقت منها عدة مبادرات بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا، منها مبادرة طلاب كلية صيدلة في تحضير معقمات في المعامل المتخصصة وتوزيعها. انطلقت مبادرة أيضا في مع شراكة مع وزارة الضمان الاجتماعي في تطهير وتعقيم المواصلات وقطار الخرطوم، والشراكة الثالثة مع أخواننا في إدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة ومجموعة من المتطوعين والمشاركين. في البداية ندعو الله عز وجل أن يحفظ السودان شعبا وأرضا وأن يحفظ الإنسانية جمعاء. من باب المسؤولية المجتمعية ودور بنك الاستثمار المالي في العمل المجتمعي، عملنا شغل مشترك مع وزارة الصحة برعاية وزارة الصحة والدفاع المدني مبادرة تعقيم المواقف العامة وحفاظا على صحة المواطن ودور المؤسسات المالية والطوعية والمجتمعية مع صحة المواطن، وتمشيا مع الإرشادات والتعليمات لوزارة الصحة عملنا برضو إرشادات وتوعية، حملة توعية تدشين حملة توعية للمواطنين عامة بفكرة الجلوس في المنزل. فهذه المبادرة تكملة للمبادرة الأولى. المبادرة لما قامت بتخصصية تعني بالجانب الطبي، ده بخلينا نناشد كل المواطنين وكل الأخوان في المناطق. أي نعم الحملة حتقوم بعد 8، ولكن المسؤولية بتاعت المواطن نفسه بتأدي لنجاح أكتر. بقاك في البيت، اتباعك تعليمات المكافحة بتاعت فيروس كورونا، زايد محفز نحن عاوزينه أكتر عشان الحملة تدي نتيجة إيجابية أكتر. يا ريت كل الناس تعمل حسابها من الأوساخ أو بقدر من الإمكان تضع أماكن الأوساخ في مناطق معينة لمساعدة اللجان الشغالة والحملة الشغالة الموجودة، بتحتاج تضافر الكل. أي نعم الشباب ما قصروا، وأخواننا في الدفاع المدني وفي وزارة الصحة تعرض ومجابهتهم دي نفس الحجم اللي بيدعاني منه الأطباء الآن في المستشفيات. على الأقل نحن بنحاول نوصل رسالة واضحة، يا ريت كل المجتمع يساعدنا بأنه يكون قاعد، يبعد من مناطق الاختلاط، يتبع الإرشادات والتوجيهات الصدرت في المكافحة كاملة. زايدا في الفترة النهارية يا ريت نحد من رمي الأوساخ بالطريقة العشوائية، ومحاولة حتى لو في نطاق الحي نعمل لها منطقة مخصصة ونعالجها برانا لحد ما يجي الشق الثاني يكمل المشوار.